الحين عامة في ولاية جنوب دارفور بعد ما تم تخفيف الحصة الرئيسية اللي كان باخذ الفردي من 16 كيلو ل 9 كيلو ل 6 كيلو ونص ل 3 كيلو ونص. الأحوال المعيشية تحوى في وسط المعروفين نازعين معسكر دريتي في قطر. والآن ما تتخيل ما بعد تخفيف الحصة أيًا كان جاء وصلت 30 قالوا يعني شكل 3 للمرة الثانية. أي ذول كيف الحصة الكربولا ما